كاع. يابا يابا انا من البراكيه. وين هي لجنة ساكن مع اهلي، ما عندي خيمه يعني. نشتغل 5 6 ساعات نوبات بالنهار، نوبات 4 ساعات حسب يعني، يعني نصرف بيهن. عندي ولاد عمره تقريبا 6 سنين، صار لي يعني ارمله 6 سنين تقريبا، وعايش ويا اهلي. المول يعني كانوا مول يسلموني، والحين يعني بطلوا يسلمونه. صار يعني فتره ما استلمته، رفضوني. واني ما ابي غير عند اليوميه اشتغل بيها، حتى خيمه يعني ما عدنا ولا عفش زياده. اي وزي عليه هو النار نطبخ، والله ما نعرف لا الغاز ولا احمر. عندي 4 شباب، 2 مجوزين، ما مو بدك الصدق لحالهم، معايا 2 وبنيه واني هذا نحن الحان. ايوه وغير عن طلع نشتغل اني والله احوش بامي واحوش بندوره مشان اجيب حق الخبز اني اياه. وضعنا يشتغل، ما عندنا حدا يشتغل لنا. المخيمات كلهن دعمت المخيم، مخيمنا الغربي يقولون مخيم الوادي، واحنا الحتاشه غرب المدرسه، هي كل واحد ما جونا، سلموهم يجي مرتين واحنا ما جونا خالص خالص. وشوف وضعنا وعلوانك تشوفنا، الله يساعدنا. لا خيمه لا بيت لا مد لا اكل لا شيء، وارمله ما عندي غير رحمه الله. كلها هالموضوع هذا مثل حكايته. Thank you.